أعزائي المشاهدين من المنطقة الجنوبية لمدينة القدس أورشليم، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن موضوع يسوع والروح القدس. من هو الروح القدس؟ ماذا يعمل الروح القدس؟ هل هو الله كما يدعي المسيحيون؟ مزيد من هذه الأسئلة والأجوبة عنها سوف أتحدث عنها في هذه الحلقة. أنا أشجعك أن تشاهد هذه الحلقة، مهمة جدا لحياتك، ولسيما تحتاج أن تختبر معونة بل قوة الروح القدس. إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تكتب أو تتصل. ابقى معي، سأعود بعد قليل. مشاهدينا تابعونا لنتعرف على حياة يسوع المسيح الفريدة من خلال زيارتنا للمواقع الكتابية التاريخية. سنكتشف معا الجوانب الرائعة في حياة وتعاليم يسوع، كما سنستمع لشهادات أناس تغيرت حياتهم بقوة تأثيره. تابعونا في حلقات المسيح الفريد. أعزائي، أواصل حديثي عن موضوع يسوع والروح القدس. كل هذه المنطقة تعبر عن ما حدث في أيام المسيح وبعد صعود المسيح، أمور عظيمة ومذهلة جدا. في البداية دعني أتكلم عن الموقع اللي أنا موجود فيه. إحنا بالواقع موجودين من المنطقة الجنوبية لدخول الهيكل القديم. تستطيع أن ترى الدرج القديم للدخول إلى الهيكل من الجهة الجنوبية، وعلى الأرجح يسوع المسيح دخل عدة مرات من هذا المكان، وتستطيع أن ترى الأقواس من خلفي، المكان اللي كان يدخل منه إلى دار الأمم. في الطبقة الثانية طبعا كان مكان الصيارفة، يغيروا العملة الأجنبية إلى عملة يهودية حتى يتعاملوا فيها في منطقة الهيكل. حولي تستطيع أن ترى أماكن كتابية كثيرة، مثلا خلفي تستطيع أن ترى جبل الزيتون. الوادي هذا هو وادي قدرون العظيم، وهذه البلدة القديمة هي بلدة سلوام. في هذا المكان صنع المسيح معجزة، شفى المولود أعمى وطلع عينيه بالطين، وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام. تستطيع أن ترى أيضا، أنا بالواقع موجود على فوق مدينة داود القديمة، اكتشفوا عدة حفريات وأثرات لهذه المدينة. في أيام سليمان بنى الهيكل من هذا الجزء واستمر إلى الجهة الشمالية. من هذا المكان صعودا بنصعد إلى جبل صهيون، أرى في عيني كنيسة صياح الديك أو بيت قيافة، المكان اللي أنكر بطرس المسيح، وهناك المسيح حوكم أمام قيافة المحكمة الدينية. وطبعا في التلة العليا نرى علية صهيون، وين المسيح التلاميذ امتلأوا من الروح القدس في يوم الخمسين، وجالوا مبشرين مبتدئين بهذه المنطقة، منطقة الهيكل. دخلوا من هذه المنطقة ووعظ بطرس الرسول وآمن 3000 شخص. هذا المدخل إلى القدس القديمة أو إلى الهيكل القديم، لكن هذه الأثرات أو الصور هو من أيام هيرودس الكبير. عمل جبل المريا مسطح وبنى عليه الهيكل، وطبعا بنى ما يسمى الحائط الماسك اللي كان يمسك الجبل، وفوق هذا الجبل بني الهيكل، طبعا هيكل هيرودس يسمى. هذه الحجارة القديمة تستطيع أن تراها، وزنها يتراوح من 30 إلى حتى أكثر من 150 طن حجارة حول هذه المنطقة. وطبعا المنطقة كما تنبأ يسوع المسيح عن خرابها، قال المسيح عن هذا الهيكل: لا يبقى حجر على حجر. فنحن فوق الأنقاض ونرى أنه نبوة المسيح تمت. لكن الشيء الأهم أنه بداية الكنيسة، بداية تاريخ الكنيسة ونمو الكنيسة وتأسيس الكنيسة ابتدأ من هذه المنطقة. فإذا من هو الروح القدس؟ دعني في البداية أقول أن هذا الموضوع مش
من فبركة مسيحية. فالروح القدس هو ليس مجرد إنسان ولا قوة أو تأثير أو فعالية. الروح القدس ليس هو نبيا وليس الروح القدس الملاك جبرائيل، لكن الروح هو روح، مش شيء ملموس، شيء محسوس. لكن عندما نتكلم عن الروح القدس نتكلم عن شخص. لأجل هذا المسيحيون يؤمنون بثلاثة أقانيم: الإله الواحد، الثالوث، الأقدس. لكن ذكر الروح القدس ابتدأ من بداية صفحات الكتاب المقدس، من سفر التكوين في الآية الأولى والثانية، أن الله خلق السماوات والأرض وكان روح الرب يرف فوق المياه. وأيضا نرى ذكر الروح القدس في صفحات العهد القديم، طبعا أنه كان يحل على بعض الناس، كان يلبس بعض الناس، كان يقوم في مهمة معينة لمسح الملوك أو الكهنة أو لتنبؤ معين أو بقيام مهمة معينة. لكن الروح القدس بجلاله بعظمته في العهد الجديد بنتعلم عنه أكثر تفصيل. والنبوة العظمى في العهد القديم بيتكلم عن إشعياء إصحاح 11 عن يسوع المسيح يحل عليه روح الرب. ثم يؤيل النبي تنبأ عن آخر الأيام: إني أسكب من روحي على كل بشر. فهذا الحديث سوف أواصل عنه أكثر وأكثر، موضوع الروح القدس، بعد قليل. فأطلب منك أنك تبقى معي، سأواصل الحديث معك. أنا أدعوك لتستمر مشاهدة هذه الحلقة. عزيزي، سأعود بعد قليل. بدون وجود الرب وروح القدس في حياتنا ما بنقدر نقاوم، ما بنقدر نعيش، ما بنقدر نفرح. هو اللي بعلمنا، وهو اللي بيرشدنا، وهو اللي بيوجهنا، وهو اللي بيعطينا القوة والنصرة. فبدون هذا الروح القدس زي ما قال داود: روحك القدوس لا تنزعه مني. الروح القدس في حياة المؤمنين هو شيء مهم. احنا بنشوفنا كيف كان بطرس شخص جبان، لكن بالعلية لما امتلأ بالروح القدس وتعمد بالروح القدس كل حياته اختلفت واصبح من الأعظم المبشرين المسيحيين. أعزائي، أواصل حديثي عن يسوع والروح القدس. بالواقع الروح القدس له دور هام جدا في حياة وخدمة الرب يسوع المسيح. فمن البداية عندما اعتمد يسوع المسيح في نهر الأردن نزل الروح القدس على يسوع المسيح بهيئة حمامة، سمع صوت الآب من السماء، والروح القدس أكد على صدق دعوة يسوع المسيح وشهادته أيضا. عندما ابتدأ يسوع المسيح بالخدمة في مجمع الناصرة قال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. روح الرب مسحني. فواحدة من ألقاب المسيح: المسيح، أي الممسوح بمسحة الروح القدس، مسحة إلهية، مسحة من فوق. بالواقع يوحنا المعمدان عندما ابتدأ الخدمة وسألوه: أأنت المسيح؟ كانوا بيدركوا المسيح الممسوح، اعترف أنه لم يكن هو، لكنه قال هذه العبارة: أنا أعمدكم بماء، لكن يأتي الذي بعدي الذي كان قبلي، هو سيعمدكم بالروح القدس والنار. هذا العمل هو عمل يسوع المسيح المكتوب عنه في إشعياء إصحاح 11: يحل عليه روح الرب، روح الحكمة والمعرفة والمشورة. هذا الروح القدس أحبائي هو روح إلهي، بل بالواقع هو الله. هو أبدي، يسكن في المؤمن ويغير المؤمن، يسكن في المؤمن إلى الأبد. هو روح الحكمة، هو المعزي يقول عن الكتاب المقدس، هو المعين الذي يسير جنبا إلى جنب في حياة المؤمن. هذا هو الروح القدس الذي يعمل من قبل التجديد إلى طبعا إلى مجيء المسيح ثانية. قبل التجديد الروح القدس يبكتنا على خطية، الروح القدس يجذبنا إلى معرفة يسوع المسيح، الروح القدس يقودنا ويرشدنا إلى الحق، إلى يسوع المسيح. هذا وعمل الروح القدس. الروح القدس مثل ما ذكرت هو شخص، هو الله، مش مجرد تأثير ولا فاعلية أو قوة أو ملاك أو نبي كما يدعي البعض،
لكن الروح القدس هو الله، له الصفات الأزلية. فيتكلم الكتاب المقدس عن الروح القدس أنه الروح الأزلي، والروح القدس مشارك من في حياة يسوع من ابتداء الخدمة حتى مجيء المسيح ثانية، حتى آخر صفحات الكتاب المقدس. الروح يعني الروح القدس والعروس أي الكنيسة يقولان تعال، يعني بينتظروا مجيء المسيح الثاني حتى يرجع. الروح القدس هو الله لأنه كلي المعرفة. بالواقع عندما ندرس صفات الله الآب وصفات الابن يسوع المسيح وصفات الروح القدس، نجد أنها نفس الصفات تعمل بانسجام متكامل وبحكمة فائقة وكاملة، ويعملون معا سوية لكي يتمموا المشيئة الإلهية ولاسيما خلاص الإنسان. الروح القدس هو روح إلهي مثل ما ذكرت، له الصفات الإلهية. الروح القدس هو الله، له الأعمال الإلهية. منلاحظ أن الروح القدس يعمل في صفحات الكتاب المقدس في كتير أشياء. حتى في العهد القديم كان يحل على نبي معين أو يلبس شخص معين أو يقوم في دور معين، لكن كان العمل محدد مهدف لشيء معين. لكن في العهد الجديد منشوف له الأعمال الإلهية في كتير من المواضيع، فهو يشارك مع الآب والابن في كل شيء حتى ابتداء من خلاص الإنسان. وبحب أوضح هاي الفكرة بعد قليل، لكن من فضلك ابقى معي وأنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة. عزيزي إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار، أنا بشجعك أنك تشاهد، اتصل أو اكتب، سأعود بعد قليل. وهذا إن دل على شيء، الله حتى بيستخدم العلم والآثار والتاريخ والجغرافيا حتى يثبت صحة الكتاب المقدس. والروح القدس هو مهم 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 في حياة المؤمن ودور فعال بحياة المؤمن، بعطينا النصرة ضد الظروف الصعبة، بعطينا النصرة ضد الاضطهادات، وأهم شيء بعطينا القوة في التبشير وبتوصيل رسالة المسيح لكل أنحاء العالم. بصلي من كل قلبي أن عمل الروح القدس هو يبكت على بر وعلى دينونة. مرات بنفهم أن الروح القدس في أشياء تانية، لكن العمل الأساسي هو الروح القدس هو أنه يبكت على بر وعلى دينونة، يبكتني أنا على ما فاتني من بر كإنسان مؤمن، ويبكت على دينونة للإنسان الخاطئ. هذا هو عمل الروح القدس والعمل الأساسي اللي لابد ناخده بعين الاعتبار. أعزائي، أواصل حديثي عن يسوع والروح القدس في هذه الحلقة من وادي قدرون قريبا بجانب أسوار أورشليم. تستطيع أن ترى خلفي جناح الهيكل العظيم في هذه المنطقة. قلنا أن الروح القدس له الصفات الإلهية، له أيضا الأعمال الإلهية، وله أيضا المشاركة الإلهية، أي يشارك مع الآب والابن، يشارك في الخلاص. في السفر أو في رسالة أفسس مكتوب الله اختارنا قبل تأسيس العالم، الله الآب اختارنا في المسيح، الله الابن أي يسوع المسيح تمم بل أنجز عمل الفداء، الله الروح القدس ختم هذا الفداء. فالثالوث الأقدس الله الواحد يشترك في خلاص الإنسان. أيضا بالمعمودية عندما طلب المسيح من التلاميذ، قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم، لاحظ باسم وليس بأسماء، باسم الله، باسم الآب والابن والروح القدس، وعمدوهم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. فهون الروح القدس أيضا بيشترك في هذا الموضوع في عمل الإرسالية العظمى والمعمودية أيضا. وككنيسة عادة تنهي الصلاة في البركة الرسولية، محبة الله الآب وشركة الروح القدس. فإذا الروح القدس بيشارك مع الله الآب ومع الله الابن يسوع المسيح. أيضا الروح القدس له الأسماء الإلهية، فهو الروح القدوس، هو روح الحق، هو الروح المعين الشفيع، هو الروح الذي يمكث معنا إلى الأبد، يعني بيتكلم عن أزليته، عن
دوام بقائه، وتستطيع أن تقرأ عن الروح القدس في العهد الجديد له أسماء كثيرة لكن تعبر عن نفس العمل ونفس الهدف أيضا. الكلمات والأعمال للروح القدس بتعبر أنه كان شخص، فلأنه شخص أحبائي يعمل أيضا في المؤمنين. الروح القدس يعمل عدة أعمال، ابتديت بالقول أنه يبكت على خطية، يقود الناس إلى المسيح، يرشد، يعني إذا أحيانا محتاجين إلى إرشاد فالروح القدس هو الذي يرشد. الروح القدس هو الذي يجدد الحياة والكيان. الروح القدس هو الذي يعطينا التعزية ويقوينا ويشددنا ويساعدنا. الروح القدس بيعيننا في الصلوات، لأنكم لستم تعلمون ما تصلون، لكن الروح يعين ضعفاتنا. يصلي، صلوا بالروح القدس يقول الكتاب. واحدة من الأشياء المهمة، الروح القدس يقود للشهادة، يعطينا أن نحيا حياة الغلبة والانتصار أيضا، يساعدنا أن نتغلب على التجارب. فالروح القدس هو يملأ ويعطي المواهب الروح القدس، ويعطي أيضا الثمر، ثمر الروح اللي هو محبة، فرح، سلام. والروح القدس طبعا هو الذي يبارك المؤمنين. من أجل هذا أحبائي، الروح القدس له أعمال كثيرة، لكن من ناحية أخرى، لأنه شخص، الروح القدس ممكن يحزن. يقول الكتاب المقدس لا تحزنوا روح الله الساكن فيكم. الروح القدس ممكن يكذب عليه، لما بطرس قال لحنانية وسفيرة لماذا كذبتم، أنتم لم تكذبون بل كذبتم على الله، بيتكلم عن الروح القدس في هذا المضمون. فيمكن أن يكذب، يمكن أن يقاوم أو يجرب، كما يقول الكتاب لا تجربوا الروح، لا تقاوموا. وأيضا يقول لا تطفئوا الروح، يعني لما منحط أو لا نشتعل بالروح القدس بل نسمح للجسد أن يسيطر علينا، فنحن نطفئ الروح القدس في داخلنا. فالروح القدس لأنه شخص بيشعر بإحساسنا، بحس معنا، بيمشي معنا. فأنا بعتقد حتى في صلواتنا وفي سلوكنا في الحياة كتير مرات بنهمل الروح القدس، إنه هو الله، إنه هو شخص بيسمع، بيتفاعل، بيتواصل، بيقربنا ليسوع، بحببنا في يسوع المسيح. أعزائي، سوف أواصل حديثي بعد قليل، ابقوا معي وللكلمات الختامية، سأعود بعد قليل. أنا عرفت الرب يسوع من خلال شخص غير عربي ولم يكن في بلدي خارج بلدي، وقدمني الرب يسوع بكلمة واحدة، أنه الرب يحبك، أنا سأصلي لك. بعد كنت في حالة من الضياع والتشرد والجوع، كنت عايش على الفتاة، ولكن هذه الكلماته كانت لي مفتاح الحياة، بداية تعرفي على الرب يسوع المسيح. ولكن بعدما جاني يسوع تغيرت حياتي بالكامل بشيء أنا لم أصدقه. كيف كنت الآن كنت عايش، ولكن ما أستطيع أن أوصف لك هذا الشيء أبدا، لأنه قال لي، جاءني هذا الرجل قال لي اذهب وكله ثقة الرب يحبك، أنا سأصلي لك. هذا شيء أنا لم أصل، استهزأت فيه، قلت أنه بدل أن تعال معي أنا أساعدك أعطيك المال أشغلك معي، يقول لي الرب ما هذا الكلام. ولكن هذا الكلام كان بداية لحياة جديدة. أعزائي، أواصل حديث عن يسوع والروح القدس من وادي قدرون العظيم الذي يفصل بين جبل الزيتون والبلدة القديمة أورشليم القدس. إخوتي وأخواتي، الرب يسوع المسيح وعد أن يرسل الروح القدس، وطلب من التلاميذ أن لا يبرحوا من أورشليم إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي، نظرا لأهمية الموضوع. والتلاميذ اجتمعوا في علية على جبل صهيون، وكانوا يصلون،
وفي الاجتماع مكتوب في إصحاح 2 من سفر أعمال الرسل: ولما جاء يوم 50، يعني 50 يوم بعد عيد الفصح، هو ظهر 40 يوم للتلاميذ وعشرة أيام كانوا في العلي، في يوم 50 حل الروح القدس وامتلأ جميع التلاميذ وابتدأوا يتكلمون بلغات أخرى. الشيء المميز أنه بعد ما امتلأوا من الروح القدس، بطرس الرسول يقول هذا هو التتميم للنبوة التي قيلت في يوئيل النبي أنه في آخر الأيام أسكب روحي على كل بني البشر. وبالفعل لما حل الروح القدس كان قد وضح المسيح للتلاميذ قائلا قبل حلول الروح القدس أنهم يمتلئوا من هذا الروح ويسيروا بقوة هذا الروح لكي يتكلموا بالروح للناس في كل مكان في المجتمعات المحيطة. لما حل الروح القدس في يوم 50 على التلاميذ جالوا مبشرين بالكلمة وابتدأوا يشهدون، لأن المسيح قال ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وبعد ما امتلأ التلاميذ من الروح القدس كان واضح، جاءوا من علية صهيون ونزلوا إلى منطقة الهيكل وهذه المناطق المحيطة وابتدأوا يشهدون بكل جهارة عن يسوع المسيح. ووعظ بطرس الرسول فآمن وانضم إلى الكنيسة 3000 نفس، ثم قال هذه العبارة: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. فعندما تتوب عن خطاياك وتؤمن بالمسيح يأتي الروح القدس ويسكن حياتك. لكن الكتاب أيضا يشجع: إن عطش أحد فليقبل إلي ويطلب فيعطيه أنهار ماء حي. يتكلم عن الروح القدس المزمع أن يعطيه للتلاميذ. وقد وضح المسيح للناس قال: إن سألك ابنك حجرا أتعطيه شيء آخر؟ وإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحار أبوكم الذي في السماء يعطيكم الروح القدس أو الخيرات. هو أعطى الروح القدس، والروح القدس حي، هو شخص والله ما زال موجود. لكن الرسول بولس يشجع في رسالته إلى أهل أفسس: امتلئوا بالروح، أي استمروا بهذا الملء، لأنه روح القوة، روح الغلبة، روح النصرة، هو الذي يساعد المؤمنين أن يذهبوا إلى أبعاد وإلى دول وإلى أماكن لا يستطيع أحد أن يصلها. اللي بنعمله بقوة الروح القدس عندما نلتهب بقوة حضور الله في حياتنا عن كل سنين المضت. فأنا أشجعك إنك تعرف أكثر عن الروح القدس وتصلي إنه المسيح يسكن حياتك ويملأك بالروح القدس، وتطلب الروح القدس تمتلئ من روح الله حتى تستطيع أن تشهد وتخدم، حتى الله يستخدمك بآيات ومعجزات. إذا محتاج إنه نصلي معاك أنا بشجعك إنك تتصل أو تكتب. إلى اللقاء والرب يباركك. في الحلقة القادمة من المسيح الفريد سنعرف المزيد عن المجيء الثاني. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ أو تريد الحصول على DVD لهذه الحلقة؟ لا تتردد في الاتصال بنا على noor@lfan.com، كما يمكنك الاتصال تليفونياً على أو من داخل مصر أو من شمال أمريكا أو على العنوان